كنظن ان كل الكليبات كتسلط عليها الاضواء اكثر، يعني الناس كيعرفوك في الكليبات واكثر، وكتكون فيها واحد الحريه ديال حريه ابداعيه. هذا لا ينفي انه كنخدم في اعمال اخرى سينمائيه ولا خصوصا سينمائيه ولا تلفزيونيه وكذلك اعلان. مالوغوزمون الناس ما كيربطوش ليها البال بزاف، ولكن انا بالنسبه ليا كيبقى الكليب هو واحد المتنفس ابداعي بالنسبه ليا، والاعمال الاخرى السينمائيه ولا هذا كتبقى بالنسبه ليا هي لا باز. يعني كنظن ان اي مخرج فغادي يلقى راسو اكثر في السينما، وانا واخا حاولت واخا كندير كليبات كنحاول انه ندير فيهم شويه ديال السينما ولا شويه ديال كنحاول انه ندمج فيها بزاف ديال لي موديل دو بزاف ديال اش ديال المهم. هذيك كان عجبني واحد الفيديو كليب ديال فيصل عزيزي، ما عقلتش الاغنيه. المهم فيديو كليب ديال فيصل عزيزي اللي كان عجبني، وكاينين بزاف ديال الكليبات اللي كيعجبوني. مؤخرا عجبني عجبني واحد لو كليب ديال الغاب ديال ماد وطوطو من اخراج حكيم الرجعي، تحيه ليه. الاعمال المستقبليه كاين بزاف ديال المشاريع، كاين فناير، كاين عمل مع فضيل ولا جوج اعمال مع فضيل، يمكن حاتم عمور غنصوروا شي حاجه من 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 من, من الالبوم. ممكن بزاف د المشاريع كنفضل انه تنبداو التصوير ونقولوا راه سي سيغ. ملي كتقترح عليا الفكره ديال الاغنيه باش نستعمل الفيديو كليب، فاولا كنحاول انه نكون مجدد على جوج ديال النواحي. اولا مجدد في الكليبات اللي درت انا قبل، كنحاول انه ما نعاودش راسي، وثانيا كنحاول انه حتى بالنسبه للفكره اللي غنقترح للمخرج تكون جديده عليه، يعني يكون ما دارش بحالها. فهادشي اللي كيخلي ان المشروع تيكون مختلف، وكنظن ان ذاك الاختلاف هو اللي كيعطي واحد شويه ديال النجاح للمشروع من بعد. التجربه ديالو ولاد علي من اخراج اسامه اسيدهم كانت تجربه اللي عشناها بقلوبنا، فكانت دازت اون تري بيل اكسبيريونس مع ليكيب ايموراجي. ما كرهتش انه تعاود، ولكن هذه المساله كتبقى مساله ديال الانتاج، يعني كنتمنى انه تكون عندهم فكره ديال الجزء الثاني. بعد الزواج ما تبدلش بزاف ديال الحوايج، كاينه مسؤوليه، ولكن كنظن انه كنحاول نأقلم بين المسائل بجوج، وبحال اللي قلتي وجدت راسي للزواج، دونك ما حسيتش بشي فرق كثير، فباقي كنعيش حياتي المهنيه كما كنعيشها. وانا بطبعي ماشي شي واحد اللي زعما كنبقى في الدار بزاف الا ما كنتش خدام، يعني تقريبا اغلب الوقت ديالي ديال لابريباراسيون ولا شي حاجه كيكون في الدار، يعني ما حسيتش بشي فرق بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.